شرح الاستعلام من موقع الاستعلام عن العلاوات الخمسة وازاي تحل المشاكل اللي تواجهك اثناء الاستعلام. اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعين قناتنا الكرام، اتمنى من الله ان تكونوا في افضل حال. قبل ما ابدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا كلنا عارفين ان وزارة التأمينات الاجتماعية او وزارة التضامن الاجتماعي نزلت رابط او موقع علشان الناس تستعلم عن العلاوات الخمسة. الناس اللي مش عارفة يعني ايه العلاوات الخمسة تقدر تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وهتعرف يعني ايه العلاوات الخمسة ومين المستحق فيها بالتفاصيل. طيب الاستعلام عن العلاوات الخمسة، هسيب لحضراتكم رابط اسفل الفيديو. الرابط ده هيدخلك على الموقع اللي قدام حضرتك، الرابط هسيبه لكم اسفل الفيديو او في التعليقات. اول تعليق هثبت لكم التعليق علشان اللي ينزل على التعليقات يشوفه على طول. حضرتك مجرد ما تخش على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية هيظهر لحضرتك برجاء ادخال البيانات الشخصية، الرقم القومي للقائم بالصرف او الحاجة التانية الاسم الاول للام باللغة العربية. مش هيظهر لحضرتك الرقم التأميني للأسف، لان الرقم التأميني للاستعلام من خلال الرقم التأميني كان في ايقونة بالاستعلام للرقم التأميني والايقونة اتشالت. كل اللي مطلوب من حضرتك انك هتدخل البيانات الشخصية هنا، الرقم القومي بتاع حضرتك، ويفضل يكون مكتوب باللغة الانجليزية ما يكونش مكتوب باللغة العربية. يعني بمعنى ان حضرتك الارقام الكاتب 274 بلاش تكتب مثلا 274. اتمنى انكم يعني اتمنى ان يكون المعلومة دي وصلت الكثير من حضراتكم، لان لما تكتب باللغة الانجليزية الرقم القومي لما تكتب باللغة الانجليزية الموقع البرمجة بتاعته بتستقبل البحث بتاع الاسم بتاع حضرتك، الاسم الاول للام باللغة العربية، ده هتكتب اسم اسم والدتك باللغة العربية، وبعد كده هتضغط على انا لست برنامج ريبوت. مجرد ما تضغط على انا لست برنامج ريبوت هتظهر لحضرتك، ممكن تظهر لحضرتك زي الحاجة اللي انت شايفها دلوقتي وممكن ما تظهرش لحضرتك حاجة خالص. فانت عشان تتفادى دي بيقول لك ايه اشارات المرور. اشارات المرور اهي، ادي اشارة وادي اشارة وادي اشارة كمان، وندوس التالي بيقول لك الدرجات، مفيش هنا درجات، يبقى نعمل تخطي. انا بجيب لحضراتكم الحاجة اللي ممكن تيجي لحضراتكم. وبعد كده هتدوس على كلمة ارسال الطلب، ارسال الطلب اللي هي قدام حضراتكم دي، بعد كده هتظهر المعلومات الخاصة بحضراتكم. انا دلوقتي حاولت استعلم لحد ما وجاب لي العبارة اللي قدام حضراتكم دي، تعذر تنفيذ الخدمة الآن برجاء المحاولة مرة أخرى. ده معناه إيه؟ معناه إن الموقع عليه ضغط حاليا، من كتر الضغط اللي على الموقع مش قادر يبحث على الرقم القومي اللي أنت دخلته. زي ما احنا عارفين إن عدد المستحقين حوالي 2,400,000 مواطن، 2,400,000 مواطن، واعتقد ان ال 2,400,000 مواطن حاليا كلهم بيحاولوا انهم يخشوا يستعلموا عن العلاوات الخمسة. فلذلك انا بشرح للناس وبقول لو ظهرت لحضرتك كلمة تعذر تنفيذ الخدمة الان برجاء المحاولة مرة اخرى، كده هو بيقول لحضرتك ان حاليا في ضغط على الموقع في البيانات فتقدر تستعلم وقت اخر. انا امبارح كنت بنزل فيديو أنسب وقت للاستعلام عن العلاوات الخمسة وقيمة العلاوات الخمسة والأثر الرجعي من موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، وأنسب وقت في إنك تستعلم عن العلاوات الخمسة أنا قلت من الساعة 2 بعد منتصف الليل لغاية الساعة 7 صباحا، ده أنسب وقت إنك تستعلم فيه عن العلاوات الخمسة، وبيكون مش وقت الذروة، بتكون الناس فيه نايمة، لذلك تقدر تستعلم عن العلاوات الخمسة فيه او تقدر تاخد البيانات اللي انت محتاج تعرفها. اتمنى ان يكون الشرح افاد الكثير من حضراتكم. كمان معانا خبر اخر وهو من اليوم السابع.
الخبر بيقول وزارة التضامن الاجتماعي توضح المستفيدين من العلاوات الخمسة للمعاشات وطرق الاستعلام عن الزيادة. التفاصيل: كتب الأستاذ مدحت وهبة: جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات ليرسم الفرحة على وجوه المستحقين. وفعلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي موقعها الإلكتروني لتمكن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة السابق شرح. لمعرفة نسبة الزيادة لكل شخص مستحق من أصحاب المعاشات، أكدت الهيئة التأمينات أن بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات زي ما شرحت لحضراتكم يستفيد من العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة من 1 يوليو 2006 لغاية 1 يوليو 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويبلغ عدد المستحقين 2,400,000 مواطن. تكلفة العلاوات الخمسة 7,000,000 و35,000,000 بالأثر الراجع. الدكتورة نيفين القباش قررت انه هيتم صرف العلاوات الخمسة يوم 1/7 اللي جاي بدون تأخير مع اتخاذ اجراءات حساب المتجمد، وقالت كمان هيتم اضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمسة الى 14%، واعلى حاجة هيتم الزيادة ليها تبقى 980 جنيه، والأثر الراجعي الأكثر من 4000 جنيه هيتم تقسيمه على 4 دفعات بالتساوي، وأول دفعة تبقى مع معاش شهر 7، تاني دفعة تكون مع معاش شهر 10، وتالت دفعة هتكون في شهر 1 2021، وآخر دفعة هتكون في شهر 4 2021. كمان معانا خبر تاني وهو أهم التعديلات الجديدة في قانون القيمة المضافة. تدرس وزارة المالية إدخال تعديلات جديدة على قانون القيمة المضافة تشمل إجراءات إصلاح تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات. يشمل التعديل الجديد على القانون رقم 67 لسنة 2016 تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط للضريبة بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني الذي لم يثبت فعاليته على مدار السنوات الماضية، موضحا انه تمت صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الاجنبية ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية. وزارة المالية اوضحت في بيانات صحفية ان هذا التعديل يسهم في توسع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الاجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقا للمعايير العالمية وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة على النحو الذي يرسي دعائم مبادئ المنافسة العادلة ويساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، مشيرة إلى ما تتيحه بيئة المنافسة العادلة في خفض الأسعار بين المنافسين الذين يصب في صالح المواطن. وردا على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، شددت وزارة المالية على انه لن يتم فرض اي ضرائب جديدة على المستهلكين سواء على السلع المباعة عبر التجارة الالكترونية او وسائط البيع التقليدية، وتسري ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في عام 2016، بينما السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حاليا لضريبة القيمة المضافة ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت قيمة مثل سوق.com وجوميا أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل أمازون أو إيباي. وإن التعديل المقترح يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة الغير مقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فعالية وسرعة التحصيل، كما نفت وزارة المالية بشكل تام
فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، فتصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل في نطاق الخضوع للضريبة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.